صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعد صدور فتوى هيئة كبار العلماء بعدم جواز السعي في المسعى الجديد، فماذا يجب على من سعى سعي الحج فيه ثم أتى بعد شهرين بعمرة أخرى وسعى فيه أيضا؟ أنا أقول فصدرون لما ينتهي المسعى، من المسعى الذي يبي يجعل طبقات إن شاء الله ويبي يكفي، لا تعتمروا، أخروا العمرة. وأما ما حصل وأنه اعتمر طاف بالمسعى الذي وعد فهذا أنا لا أفتي به، أرى أنه ما يجوز السعي فيه لأنه ليس هو المسعى إنما هو زيادة على المسعى. أسأل الله أن يهدي المسؤولين للرجوع إلى الصواب وأن يبادروا بإصلاح المسعى ويجعله أدوار يسع الناس. نسأل الله أن يعينهم وأن يفيدهم وأن يقوي عزمهم حتى يكملوا على الوجه المطلوب، وأنتم أخروا العمرة حتى يخلص. نعم. أحسن الله إليكم. واللي يسألكم قولوا أخر لما أنه يخلص المسعى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحد المشايخ في الخارج ذكر شيئا من التوراة يبين، ولا أفتت هيئة كبار العلماء، ما صدر منها فتوى يعني بعد إحداث المسعى الجديد، ما صدر منها فتوى، إنما قبل هذا قالوا يجعل المسعى القديم، المسعى هو المسعى ما في قديم وحديث، قالوا يجعل المسعى أدوارا تسع الناس، هذا الذي أفتى به كبار العلماء. نعم.